بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هو الفرق بين الرؤية الصالحة وما يسمى بأحلام الشيطان؟ الحقيقة هذا الموضوع يختلط على كثير منا. أحببت فقط أن أوضح لكم أن الرؤية الصالحة أصلا هي جزء من النبوة، يعني الرؤية الصادقة التي يراها الإنسان وتصدق هي جزء من النبوة، على عكس الهلوسات والأحلام والكوابيس وما يقذفه الشيطان في دماغك وأنت نائم، لأنكم كما تعلمون الشيطان له قدرة على الوسوسة فقط، ولكن ليس له سلطان على الإنسان، فهو لا يستطيع أن يجبر إنسانا على فعل شيء. سلطانه فقط على الذين يؤمنون به ويتولونه، والذين يعتقدون أنه يضر وينفع. سلطانه وسيطرته على الغافلين عن الله سبحانه وتعالى، البعيدين عن القرآن، البعيدين عن الطهارة. لذلك أحبتي في الله، هنا يجب أن نميز بين الحلم أو المنام أو الرؤية التي هي رؤية صادقة وبين الأحلام. الحقيقة في سورة يوسف، يعني أنا دعوني أرجع معكم إلى القرآن العظيم لنفهم. في سورة يوسف عندما رأى الملك 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيفات، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. طيب، هذا المنام أو هذه الرؤية، الحقيقة عندما تكررت مع الملك وأصبح يراها باستمرار وأصبحت واضحة في حياته وتؤثر على حياته، لم يستطع أن لا يفعل أي شيء، فطلب من الناس وكرر وحاول، وربما الأمر استمر أشهر. النتيجة التي وصل إليها من حوله ماذا قالوا له؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أسموها أحلام لأنهم لم يفهموا هذه الرؤية. وبالتالي سيدنا يوسف قال أنا أنبئكم بتأويله، بتأويل الرؤية. فعندما نبأهم وأخبرهم أن 7 بقرات السمان يرمزن ل7 سنوات فيها خير، البهائم سترعى، ستأكل، الناس سترزق، الأرض ستنبت كثيرا، وعددها 7 سنوات. أما 7 بقرات العجاف الضعاف النحيفات النحيلات، هي 7 سنوات جفاف، ستأكل 7 السمان، يعني ستأكل الخيرات التي تم تخزينها ل7 سنوات. لذلك سيدنا يوسف أمرهم أن يخزنوا محصول القمح، قال فذروه في سنبله ولا تستهلكوا منه إلا القليل، وحاولوا أن تحصنوا وتخزنوا أكبر عدد ممكن، لأن هناك 7 سنوات عجاف جفاف، الناس ستموت، وهذه السنوات 7 كفيلة بأن تقضي على أي حضارة. هذا الحلم أو هذه الرؤية أيها الأحبة أنقذت دولة عظمى هي مصر في ذلك الوقت، كانت الدولة رقم 1 على مستوى العالم. هذا البلد أنقذ بسبب حلم أو بسبب رؤية، ولكن عندما فسرها تفسيرا صحيحا. لو أن الناس اتبعوا، أو لو أن الملك اتبع كلام الناس الجهلاء الذين قالوا له أضغاث أحلام، يعني أشياء من الشيطان وهلوسات وكلام فارغ لا معنى له، هكذا أولوا الرؤية. فالحلم أحيانا يمكن أن يغير مستقبل إنسان،
أقصد الرؤية الصالحة. طيب كيف تكون الرؤية الصالحة أيها الأحبة؟ الرؤية الصادقة أو الصالحة من علاماتها أنها تكون واضحة أمامك، وحتى تعتبرها أنها جزء من النبوة فلا بد أن تكون مثلا نمت على طهارة. طبعا هذا ليس شرط، ولكن يعني أعطيك علامات أنك من الصالحين، أنك إنسان أديت ما عليك من العبادات، لا تؤذي أحدا. يعني دائما الرؤية الصادقة الصالحة تأتي لأناس صالحين. الآن الملك في ذلك الزمان، نحن القرآن لم يحدثنا هل كان رجلا صالحا، هل كان، ولكن الرؤية قد تأتي لرجل قد يكون غير صالح، ولكن لتنقذ، لتقوم بعمل ما، لتنقذ بلدا ما، لتحقق يعني حكمة الله اقتضاها. وبالتالي ليس من الضروري، أنا طبعا هذا اجتهاد شخصي أيها الأحبة، أما الرؤية الصادقة الصالحة لابد أن تصدر عن رجل صالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة. طبعا بعد النبي لا يوجد نبي، ولكن هناك معجزات، هناك كرامات، هناك رؤية صالحة، هناك ما يكرم الله به عباده الصالحين. والنبي قال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. إذن هناك أناس، وهؤلاء موجودون في كل وقت، تراهم تستخف بهم، ولكن عند الله له شأن عظيم، لا يرد الله له طلبا أو سؤالا أو دعاء، سبحان الله. لذلك أخي الحبيب، إذا كنت أنت في حالة عبادة لله وتؤمن بالله حق الإيمان، احرص أن تنام على وضوء كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندما ترى رؤيا وتستيقظ في اليوم الثاني وكأنك تراها أمامك، أنا باعتقادي أو حسب وجهة نظري هذا أهم ما يميز الرؤيا الصادقة. الشيء الثاني أن الرؤية يجب أن تكون منطقية أو مترابطة مع بعضها. يعني هناك مثلا أحلام، إنسان يرى نفسه في مكان ما، فجأة ينتقل إلى مكان آخر، ثم يذهب إلى مكان آخر، ثم يجد نفسه جالسا، بعد قليل يجد نفسه في مع شخص آخر. هذه أضغاث الأحلام. أما المنام أو الرؤية الحقيقية مثل رؤية سيدنا إبراهيم، واضحة محددة وذات هدف. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا واضحة، يرى ابنه إسماعيل عليهما السلام وقد يعني استسلم للذبح، وأن سيدنا إبراهيم بالفعل يهم بذبحه، يعني يهم بكل يعني إرادة قوية. يستيقظ طبعا فيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. مباشرة هو غلام عليم وحليم وحكيم، سبحان الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر. انظر إلى استجابة هذا الغلام سيدنا إسماعيل عليه السلام، الذي هو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذرية بعضها من بعض. طيب عندما تكون هذه الرؤية واضحة وضوح الشمس ومحددة وذات هدف، ونضيف لها أنك لديك شيء من الصلاح والتقوى، يعني مثلا أنت لست ملحد، ملحد الله أعلم بشأنه، ثقتك بالله كبيرة جدا، فالله يكرم عباده بمثل هذه الرؤى الصالحة ككرامة لهم، كيعني بشرى لهم،
مثل إنسان ضاق حاله ورأى رؤيا تبشره برزق. إنسان فقد الولد وهو يدعو الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، فرأى في المنام ما يدل على أنه رزق بولد. مثل هذه الرؤى أيها الأحبة، رؤى صادقة هذه. أما أضغاث الأحلام وما يسمى بأحلام الشيطان والحلم من الشيطان كما تعلمون، وليس الحلم، لأن الحلم هو الأنا والتأني والحكمة. هذه الأحلام كيف تعلم أنها من الشيطان؟ أنت تشعر بأنك منزعج، تشعر بأنك تنتقل من مكان لمكان، شخص يحاول إيذائك، تهرب تجد نفسك في مكان معين، ثم فجأة تجد نفسك تجلس في مكان المياه والخضرة وجنات وكذا، بعد قليل تشعر نفسك تطير في الهواء، بعد قليل. هذه أضغاث وأحلام يعني. وكثير من الناس، معظم الأحلام التي أنا أراها على معظمها أضغاث أحلام، ولكن طبعا هناك كثير من مفسري الأحلام للأسف يستغلون عدم معرفة الناس، فيبدأون بإعطائهم أي معلومة وأي تفسير وأي تأويل. المهم أنه يرضي صاحب الرؤية من أجل المال، من أجل المصلحة إلى آخره. ولكن الحقيقة الرؤية الصالحة قليلة. يعني مثلا سيدنا إبراهيم رأى رؤية، سيدنا يوسف رأى رؤية، ولكن ليس كل يوم. هناك أناس كل يوم يرى، كل يوم لديه الأحلام شغالة يعني. فمثل هذه الأحلام الكثيرة والتي في ليست ذات هدف وغير واضحة وربما تنساها، لا، المنام يجب من علاماته أن تتذكره بعد 10 سنوات وكأنه يقع أمامك. يعني بعد 10 سنوات أو 20 سنة عندما يطلب منك شخص أن تحدثه عن هذه الرؤية يقصها عليك وكأنه الآن يراها. هذا يعني هذه أهم ميزة حسب وجهة نظري طبعا. يعني هذه المعلومات اجتهادية أيها الأحبة، لأن الفرق الحقيقي بين الرؤية والحلم لا يعلمه إلا الله. لا يستطيع أحد مهما بلغ من العلم إلا إذا كان بمستوى معلومات سيدنا يوسف الذي علمه الله تأويل الأحلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.